هاي جايز، رفيقتي حتخطب بعد شهر وعبالي بلش روتين جديد لشعري كرمال اهتم فيه بما انه هو شوي تعبان ويكون ظابط بعد شهر. ويلا تعالوا معي تشوفوا. هلا جايز حفرجيكم شوي انا كيف بعتني بشعري وكيف بهتم فيه ليكون شوي اقوى، لانه لعبت شوي بلون شعري وصار تعبان يعني بطريقه واضحه. رح بلش اول شيء فرجيكم شو بستعمل لشعري قبل ما فوت على الحمام، يعني قبل ما اغسل شعري. دايما بستعمل النيوكس الويل بروديجيوز، الزيت تبع النيوكس. اول شيء ريحته كتير كتير طيبه، وبزيده بحطه على شعري. اتس سبراي. اوكي بحطه على شعري قبل ما فوت على الحمام، وبيكون اوريدي شعري شوي صار مزيت، سو ما كتير بيهمني يعني، بس بحط على شعري وبرجع بزيد بعدين. بس تخلط شوي من النيوكس الويل بروديجيوز، اكيد بحطه نص ساعه قبل ما افوت على الحمام تا ياخذ شعري شوي الزيوت. بزيد عليه كمان الالفيف الاكسترا اوردينري اويل، فهي الزيت كمان لا تجميل الشعر. وما بيهمني يعني قد ما كترت ما بيهمني، لانه هو قبل الشاور. بعد ما تخلصوا من هول الزيوت بتفوتوا على الحمام، وفي عندكم الشامبوز اللي انا بستعملهم. بستعمل اول شيء شامبوز للشعر الجاف، ان كان البانتان او اللوريال. بستعمل لوريال الفيف النوريشينج اويل شامبو، وكمان البانتان الشامبو للعينية المرطبه تا اعتني بشعري جايز قطعت الكهرباء لأنه نحن عم بلبنان أكيد. هاي أوكي. سو أنا يعني بستعمل الألفيف والبانتان أكيد مش سوا، لأنه تحس بنتيجة. ما رح أستعملهم سوا لأنه ما بحس إنه شعري حياخد من اثنين. سو بالجمعة يعني إذا حمام شعري مرتين، مرة بالألفيف ومرة بالبانتان. هيدا بالنسبة للشامبو. وبعد ما خلص يعني خلص الشامبو بحط ماسك على شعري، وانا عم بستعمل هلا الميتيك اويل من لوريال كمان. خلصته يعني صار خالص. وبس تخلص الحمام يعني اخر شيء، بس اظهر من الحمام وانا وعم نشف شوي شعري، بستعمل بديل الزيت من لوريال الالفيف. بعد ما تخلصوا حمام ترجعوا على نيوكس ولوريال، والنتيجه بتعقد. واكيد رح تشكروني بعدين، يعني ما مش ضروري لكم، لانه عن جد حتحبوا النتيجه خصوصا مع هول التو برودكتس. يلا جايز انا حبلش هيدا الروتين اليوم، وبتمنى كمان انت تبلشيها. واكيد اذا حبيتوا هالفيديو don't forget to subscribe على لوليا، وتعملوا لي follow على my social media. يلا جايز بحبكم. Bye.